أهلا بكم. بما تفسر اعترافات مقتدى الصدر بمسؤوليته عما جرى في أحداث القتل الطائفي بعد احتلال العراق، لماذا يظهر مقتدى الصدر أمام الإعلام مهددا ثوار تشرين بالقتل تحت صفة جر الأذن؟ إلى أي مدى باتت الطائفية ورقة محترقة بيد الأحزاب المدعومة من إيران؟ لماذا أصبح مقتدى الصدر يظهر عداءه الواضح والصريح لثورة تشرين السلمية عندما نادت بإسقاط الأحزاب الفاسدة؟ أو ليست تنادي بإسقاط الفساد؟ لماذا يطالبهم بالتوقف عن اعتصاماتهم وإضرابهم العام مع أن مطالب الثوار تحظى بتأييد 90% من الشعب العراقي بحسب استطلاع أجرته مؤسسة كالوب الدولية للأبحاث الذي شمل جميع المحافظات العراقية؟ المركز العراقي أيضا لتوثيق جرائم الحرب اتهم مقتدى الصدر بتبني خطاب الكراهية الذي صرح به في لقاء تلفزيوني على إحدى القنوات الفضائية، وتورطه بجرائم القتل والاختطاف للمتظاهرين السلميين، فضلا عن تبني الهجمات المسلحة التي شهدها العراق عام 2006 وتهديده بعودة جيش المهدي لممارسة القتل والتعذيب ضد المتظاهرين. نضع تحت الضوء اعترافات مقتدى الصدر بمسؤوليته عن القتل الطائفي بعد احتلال العراق وخاصة في العام 2006 وتهديداته للمتظاهرين خلال المرحلة الحالية بالقتل والخطف والتعذيب. وسيكون معنا في هذه الحلقة ضيفنا في الاستوديو السيد نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي، وعبر سكايب من عمان السيد عبد القادر النايل، وأيضا الأستاذ عمر الفرحان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. إذا نشاهد سويا مشاهدينا الكرام هذا التقرير ثم نبدأ الحوار، كونوا معنا. بعد فشله في ركوب موجة التظاهرات أصبح يظهر مقتدى الصدر عداءه الصريح بأشكال متعددة لثورة تشرين السلمية التي خرجت في الأول من تشرين الأول الماضي مطالبة بإسقاط الحكومة وأحزابها الفاسدة. مقتدى الصدر تهجم على ثوار تشرين في لقاء تلفزيوني وطالبهم بالتوقف عن إضرابهم العام، مهدداً المتظاهرين بعودة جيش المهدي وميليشيا القبعات الزرق التابعة له، وأنها لا تزال فعالة وأن انسحابها من الساحات كان شكلياً فقط. قلنا لهم راح نأمر بالانسحاب بس لا تنسحبوا. بس ما انسحبوا. ما انسحبوا. إيش؟ بس شوية قلت لك جرت إذن ما انسحبوا. متناسياً أن مطالب الثوار تحظى بتأييد يصل إلى نسبة 90% من الشعب العراقي بحسب استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب الدولية للأبحاث والذي شمل جميع المحافظات العراقية. هيئة علماء المسلمين في العراق أكدت أن تهديد مقتدى الصدر للشعب العراقي باللجوء إلى العنف وإعادة جيش المهدي والعودة إلى الحقبة الظلامية التي كان يسودها إرهاب الميليشيات الطائفية يعد اعترافاً صريحاً بمسؤوليته عن إدارة جيش المهدي المشارك في أحداث العنف الطائفي عام 2006 وما قبلها وما تلاها، ومسؤوليته المشتركة مع غيره عن خطاب الكراهية والعنف والعمليات الإرهابية وممارسة الخطف والتعذيب والقتل على الهوية ومهاجمة المساجد واغتصابها وتدميرها وتهجير الطائفي. هم مستعدين، احنا نرجع غير شيء. شو ترجع؟ وانت تعرف ترجع البطه يعني. رجع هواي اشياء. طيب بلغت المهدي مجمد ترى ما ملغي. يعني بشي خاطه واحده يموت. مقتدى الصدر الشخصية الأكثر تناقضاً في العراق تحدث كذلك عن دوره الكبير في تشكيل جميع الحكومات العراقية بعد الاحتلال الأمريكي، على الرغم من اعترافه الصريح بفساد جميع الطبقة السياسية الحاكمة في العراق، ما يؤكد اشتراكه بصناعة الفساد وخداع الشعب. وكالة رويترز كشفت في وقت سابق خفايا اجتماعات عقدت في مدينة قم الإيرانية بحضور الصدر وقادة الميليشيات العراقية الموالية لطهران، وأكدت أن الصدر يسعى لإضعاف التظاهرات عبر توجيه مطالبها من إسقاط النظام السياسي إلى إخراج القوات الأمريكية من العراق مقابل حصوله على دور أكبر في تشكيل الحكومة الجديدة. المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب اتهم مقتدى الصدر بتبني خطاب الكراهية والعنف ضد الشعب العراقي وتورطه بجرائم القتل والاختطاف التي طالت المئات من المتظاهرين السلميين، وأنه وجه دعوات إلى تجديد العنف والتحريض ضد المتظاهرين، فضلاً عن تبني الهجمات المسلحة التي شهدتها البلاد عام 2006 وقتل المتظاهرين وخطفهم والانتهاكات الصارخة التي ارتكبتها ميليشيات التيار الصدري مؤخراً.
ما تعرض له المتظاهرون خلال الأشهر الماضية من جرائم القتل والخطف والاعتقال من قبل عناصر ميليشيا السرايا القبعات الزرق، وصفه الصدر وبكل برود بأنه جرة أذن، مستهيناً بأرواح الشهداء ودماء الجرحى التي أريقت في ساحات التظاهر، ما يؤكد عدم اكترافه للشعب العراقي وحرصه على تنفيذ أجندات إيران في المنطقة. أرحب بضيوفي الكرام في هذه الحلقة، الأستاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي ضيفي في الاستوديو، حياكم الله. وأرحب أيضا بضيفي عبر سكايب من عمان السيد عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ عبد القادر مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم. وأيضا أرحب بضيفي عبر هاتف من عمان السيد عمر الفرحان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. أستاذ عمر مرحبا بك. أهلا وسهلا بك. أهلا بكم ضيوفي الكرام. أبدأ معك أستاذ نظير الكندوري، اعترافات مقتدى الصدر بمسؤوليته عن أحداث القتل والخطف والتعذيب الطائفي في العام 2006 بشكل يعني مخلوط مع الضحك والابتسامات، ووصفه البعض أنه استهتار. يعني كيف تنظر إلى هذه الاعترافات في ضوء يعني نظام محكوم بالقانون الدولي؟ أنا تابعت اللقاء اللي قام به مع قناة الشرقية، وحقيقة يعني تفاجأت من هذه الجرأة في يعني إبداء وبشكل صريح عن أعمال الإجرامية وما يريد أن يفعل من أعمال إجرامية بحق الشعب العراقي، بل وأخذ اللقاء طابع الهزلي وطابع يعني شيء محبب، وكأنما يعني هو يتكلم عن مساعدات إنسانية أو شيء من هذا القبيل، ولا يتكلم عن إجرام حقيقي. يعني هو في أحد الأسئلة أنه يهدد الأطراف الأخرى والتي سماها بالسنة المتشددون إذا رجعوا إلى المفخخات فهو سيرجع إلى شيء آخر. وعندما سأله المذيع هل سترجعون إلى البطة، طبعا المشاهدين الكرام من غير العراقيين، البطة هي المقصود فيها السيارة التي كان يخطف فيها جيش المهدي التابع لهذا الصدر، يختطف بها المواطنين من الطوائف الأخرى كالسنة وغيرهم من المكونات العراقية، ويأخذ الأمر بضحك ويقول له نعم نعم. فهذا يدلل على أنه يعترف بشكل صريح بأن ما قام به من إجرام طائفي في سنوات 2006 و2007 وما تلتها هو من قام بها، والاتهامات التي كانت تطال الجيش المهدي هو يوثقها على اعتباره هو جزء أو قائد لهذا الجيش، بل لم يتورع عن أن يبدي أن يقول أني أفكر بجدية في إرجاع الجيش المهدي. والجيش المهدي يعني للعلم أنه لم تكن لديه فعالية سوى في الحرب الطائفية، سوى في القتل والبطش الذي كان موجها إلى الشعب العراقي، ويعني يتكلم بسفاهة ولا تنم على أنه هذا الرجل ممكن يحتكم على مجموعة كبيرة من الناس ويقول أرجع تجميد الجيش المهدي بشخاطة. طبعا شخاطة بين قوسين معناها علبة الكبريت، علبة الثقاب. يعني هذا الشخص مجرم وهو يستمتع بإجرامه، يتكلم وهو فرحان وهو سعيد بالإجرام الذي يعني اقترف أو يحاول أن يقترف من جديد. وهو يعني أنا ما أعتقد أن هي رسالة موجهة إلى أطراف عدة، سواء منها الأطراف السياسية المنافسة له وأيضا للشعب العراقي، بأني سأفرض وجهة نظري بالقوة على هذه الأحزاب وهذه المنظومة السياسية، وعلى الشعب العراقي ما عليه إلا أن يطيع صاغرا ما أريده أنا. هكذا هي الرسالة التي وجهها إلى الأطراف السياسية المنافسة له وكذلك إلى الشعب العراقي. أستاذ عبد القادر النايل الباحث والمحلل السياسي العراقي عبر سكايب من عمان مرحبا بك مرة أخرى. كيف تنظر إلى اعترافات مقتدى الصدر بعمليات القتل ضد العراقيين في صدد حديثه وتهديده للمتظاهرين بأننا سوف نعيد الكرة، ولكن هذه المرة معكم ومع من يستمر بهذه الاعتصامات التي تطالب بإسقاط المنظومة السياسية؟ أسعد الله مساءكم ومساء ضيوفك الكرام ومشاهديكم الأعزاء. هذه الاعترافات تندرج ضمن اعترافات رسمية بطريقة واضحة توثق عملية الجريمة التي أمر بها وارتكبتها العناصر الموالية والتابعة له من خلال قتل المتظاهرين بطريقة واضحة تماما، والتي نتج عنها مجزرة النجف ونتج عنها عشرات الجرحى والشهداء في ساحة التحرير وحرق الخيام للمتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم. و
وبالتالي هو تحد واضح، من هو الذي يمكن أن يسمح لمقتدى الصدر أن يقتل أو أن يأمر بقتل المتظاهرين أو حتى كلمة جر الأذن، هذه الكلمة النابية الذي يتلفظ بها على أبطال عراقيين هم لا ليسوا تحت وصايته. بالتالي من هو وما هو دوره؟ هل هو وزير دفاع؟ هل هو قائد عام قوات مسلحة؟ هل هو رئيس جهاز أمني؟ هل هو قاضي؟ ما هي الصفة القانونية التي سمحت له أن يتحدث بهكذا على العراقيين الأصلاء بطريقة مجة وبطريقة ميليشياوية تنتهج البلطجة المعروفة عليه وعلى تصرفاته؟ هذا الاعتراف الواضح والصريح يندرج ضمن مسؤولية الادعاء العام في العراق. لو كان هناك ادعاء عاما نزيها في العراق لقام دعوة حقيقية جنائية ضد مقتدى الصدر ولصدرت الأوامر بإلقاء القبض عليه على هذه الاعترافات التي هي اعترافات لا تحت التهديد ولا تحت الإرغام. هو اعترف بنفسه أنه دفع وقتل وتبنى، فضلا على أن الاعترافات السابقة التي هي كان يؤجج فتنتها الطائفية لأن الجرائم لا تسقط بالتقادم، فبالتالي كل الجرائم منذ 2006 وقبلها الاغتيالات وما حدث للمواطنين الغير العراقيين المقيمين من الفلسطينيين كلها جرائم تندرج ضمن التطهير العرقي والطائفي وهي جرائم دولية ليست جرائم محلية أو جنايات. لذلك هو هذا الإرهاب بعينه. وهنا يندرج السؤال المهم، قانون 4 إرهاب لماذا لا ينطبق على مقتدى الصدر؟ لذلك عندما يطالب العراقيون بإلغاء هذا القانون لأنه سيء الصيت، لماذا لا ينطبق والقوانين من 1 إلى 4 هي تندرج؟ اسمح لي في هذه النقطة أستاذ عبد القادر، أنا أنتقل بالسؤال إلى الأستاذ عمر الفرحان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. المركز العراقي أستاذ عمر الفرحان يعني اتهم مقتدى الصدر بشكل مباشر بعمليات القتل والاختطاف ضد طبعا الطائفي منذ العام 2006 ضد العراقيين خلال تلك الفترة التي شهدت يعني انتشار الميليشيات الطائفية وإغالها بدماء العراقيين. لماذا لا تنطبق فقرة المادة 4 إرهاب على مقتدى الصدر؟ هل هو غير مشمول بهذه المادة وفق الحصانة مثلا؟ تحية لك وللمشاهدين الكرام والضيوف. طبعا هذه الحالة، حالة مقتدى الصدر، هي يعني تعد من الجرائم المنظمة ومن الجرائم التي تندرج تحت ظل القانون الذي يحتكمون إليه. وبطبيعة الحال هذه الجرائم لا يمكن النظر فيها لأنها هي من ضمن إطار الحكومة ومن ضمن التنفيذ والتنسيق الحكومي ما بين هذه الميليشيات وما بين الحكومة. وبالتالي يعني عندما شرع القانون الميليشي الحج الشعبي هذا أيضا أعطى يعني حصان ثانية لهذه الميليشيات للتحرك بأهداف مباشرة وأهداف سريعة ضمن نطاق القانون تحت مكافحة الإرهاب بصفتها التي هم يندرجون تحتها. ولكن هناك قوانين أخرى هي التحريض على الإرهاب والتحريض على القتل، هذا أيضا هي قوانين دولية العراق مصادق عليها وتنطبق على هذه الشروع بالقتل. وهذا التصريح الذي أصدره المركز العراقي هو تثبيت إدانة وليس اتهام، والاتهام يعني يريد أدلة، ولكن هذا تثبيت الإدانة التي جاءت على لسان مقتدى الصدر بأنه كان يقتل الناس بحجة يعني حماية المراقد المقدسة، وكان يقتل الناس بحجة معاداة الناس للأحزاب السياسية. عمليات القتل التي تمت كانت بالاختطاف عن طريق سيارة تسمى البطة، هكذا يسمونها العراقيون. يعني ماذا يترتب قانونيا على هذه الاعترافات بشكل مباشر وصريح ومع ضحكة يعني ومع ضحكات وبشكل هزلي وكأن مئات العراقيين الذين راحوا ضحية هذه العمليات الإجرامية أمر طبيعي يعني يستهزأ به ويتم الضحك عليه على هذا النحو في برنامج تلفزيوني؟ نعم، يعني هذه عمليات الاختطاف نبدأ بها أولا، هي هذه عمليات إخفاء قسري لا تسقط بالتقادم، وبالتالي هذه عمليات الإخفاء
جرت بعد عمليات قتل ممنهجه ومتعمده من قبل هذه الميليشيات، اذا العمليه مرتبه على عمليه الاجرام، والقانون الدولي لا يمكن السكوت عن هذه الحالات. ولكن يعني السؤال المطروح، ما موقف المجتمع الدولي والامم المتحده حيال هذه الاعترافات الخطيره، وخاصه من زعيم ميليشيا معروفه وعرفت معالمها وطقوسها، وبالتالي مجلس الامن عليه الان تثبيت هذه الوثائق والتصريحات والاعترافات المستلفزه، واخطار المحكمه الجنائيه الدوليه فورا بان هذه العمليات تمت في عمليات في فترات سابقه تحت اطار الاباده الجماعيه والجريمه ضد الانسانيه، وهذه المحكمة من تلقاء نفسها أن تتخذ هذه الإجراءات فضلاً عن إجراءات مجلس الأمن، لأن هذه الميليشيات قامت بهذه الأفعال الشنيعة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في العراق، وبالتالي المحاكمة ليست عسيرة، والمحاكمة يعني ولكننا أستاذ عمر الفرحان، إلى الآن يعني منذ احتلال العراق إلى الآن لم تشهد هذه المحكمة الدولية محاكمة لسياسي في العراق أو لرمز من رموز العملية السياسية أو لقائد ميليشيا، يعني فقط هو يعني هناك لائحة أمريكية على لائحة الإرهاب الأمريكية التي تتهم الولايات المتحدة ما بين الحين والآخر أحدا من قادة الميليشيات ولا يتم محاسبته. سنتحدث في هذا الموضوع عن الإجراءات التي يمكن بموجبها المحكمة الجنائية الدولية أن يحاكم هؤلاء الذين يعترفون أمام وسائل الإعلام بعمليات القتل التي ارتكبت ضد العراقيين بعد احتلال العراق. سأعود إليك مرة أخرى أستاذ عمر. بالعودة إليك أستاذ نظير الكندوري، يعني بأي صفة قانونية يعني يتحدث مقتدى الصدر باسم الثوار في بداية الثورة؟ هو تحدث باسم الثوار، تحدث باسم المتظاهرين، إلى الآن هو يعتبر أن هذه الثورة يعني أتباعه هم من قاموا بهذه الثورة وعليه هو تحييد هذه الثورة. وكالة رويترز تحدثت عن أنه مقتدى الصدر يعني عمل على إضعاف هذه التظاهرات من أجل الحصول على مكاسب سياسية في الحكومة الجديدة. إلى أين مدى ترى أن ذلك مطابقا للواقع؟ الحقيقة يعني هذه التظاهرة التشرينية في أول أيامها الأولى يعني ذكرت بأنها سوف لن تدع مجالا لأحد من هؤلاء المتحزبين أو التيارات الحزبية بركوب هذه الموجة وتجييرها وحرف أهدافها لصالح تلك الأحزاب أو الأهداف وتلك التيارات. ذلك لأن المتظاهرين حقيقة لديهم تجربة مريرة مع خاصة مع التيار الصدري، حينما يعني أفشل العديد من الانتفاضات والثورات التي قام بها الشعب العراقي وذهبت يعني أدراج الرياح ولم يعني تجدي نفعا. لذلك في هذه التظاهرات منذ البداية كانت الشعارات مرفوعة بأنها هذه الثورة هي ثورة شعب، لا ثورة تيار ولا ثورة حزب، وكانوا يقصدون بالذات التيار الصدري الذي حاول مرارا الدخول إلى التظاهرات وحرف عن مسارها، بل يعني استخدم عندما رأى هذا الرفض الجماهيري الصدر حاول أن يستخدم أسلوب آخر بأن يوعز إلى أتباعه بالدخول للتظاهرات بدون مسميات والتغلغل فيها ومحاولة السيطرة على الساحات. ثم جاءت هذه الفرية الجديدة أصحاب القبعات الزرق بداعي حماية المتظاهرين من القوات الشغب وغيرها من الحجج. لكن ما تم يعني ما أسفر عنه اجتماع الذي عقد في قم لتلك الميليشيات في قم طبعاً بحضوره وحضور قادة ميليشيات أيضاً. نعم أعطي دور كبير لمقدر الصدر بمحاولة حرف هذه التظاهرات ومحاولة إنهائها، فافتعل يعني الإشكالات وافتعل ثم سحب جماعته ثم أرجعهم وعدة محاولات لحاولة يعني أنه يؤثر على هؤلاء المتظاهرين. بل يعني هناك أدلة كبيرة بأن كثير من التصفيات التي يعني قامت بها يعني أشخاص مجهولين بين قوسين وهم معلومين للشعب العراقي، هذه يعني عمليات التصفية ربما كان يعني مقتدى الصدر وأتباعه لهم دور كبير في هذه العمليات، وإلا كيف يعني يعرفون معلومات تفصيلية عن هؤلاء الناشطين
في تحركاتهم إلا إذا كانوا متواجدين معهم في ساحات الاعتصام والتظاهر. لذلك يعني كانت مهمة مقتدى الصدر إلى هذا الحد. لكن الرجل يبدو وكما ظهر في اللقاء يعني هو يتكلم بأريحية ويتكلم بنشوة المنتصر ويعلن نفسه بأنه هو أقوى تيار حزبي، أقوى تيار شعبي، ويتكلم من فوق يعني ينظر إلى الناس من فوق. رغم أنه يتحدث بهذا الأسلوب، ولكنه يعني البعض يرى أنه فشل في ركوب موجة التظاهرات. هذا مؤكد، لكن يعني هو يحاول الآن يعني كما قلت لك هو يتعامل الآن بفوقية ويعتقد أنه استطاع أن يحجم التظاهرات. وأنت تعلم أن في كل حدث معين تهب الجماهير كلها منتفضة، وحتى عندما لا يكون هناك شيء يعني جاد ومهم تجد هناك متظاهرين ما زالوا صامدين في ساحة الاعتصام. الآن هو الآن يعني أعتقد أنه بدأ يتخطى حتى الخطوط الحمراء لباقي الميليشيات والأحزاب وحتى النظام الإيراني. هو الآن يحاول أن يقدم نفسه العميل الأوحد لإيران يعني بدون الأحزاب وبدون باقي التشكيلات العميلة هي بالأصل إلى إيران، ويقدم نفسه بأنه هو الأكثر حضورا سياسيا على اعتبار أنه لديه عدة نواب، وأيضا هو الأكثر حضورا جماهيريا على اعتبار أن أتباعه يملؤون الشوارع والساحات، ويتكلم بهذا المنطلق. لذلك يعني ترى أن الآن مقتدى الصدر لم يفشل حتى شعبيا، إنما الآن بدأت هناك ربما ستكون خصومة حقيقية بينه وبين باقي الأحزاب الشيعية التي هي بالأصل موالية لإيران، وهذا مما ينذر يعني بأشياء خطيرة بعد ما حصل الفشل في تشكيل الحكومة على يد علاوي. هذا ربما سنتحدث يعني عن هذا الأمر طبعا في محور آخر. نعم. اسمح لي فقط أن أنتقل للأستاذ عبد القادر النايل. يعني البعض يرى أستاذ عبد القادر هناك تناقضا كبيرا في شخصية مقتدى الصدر في حديثه عن دوره الكبير في تشكيل جميع الحكومات بعد الاحتلال، وأنه يعني مشارك لهذه الحكومات، وأنه يتظاهر على نفس الحكومات لأنها حكومات فاسدة. كيف نفهم هذا التناقض؟ هذا التناقض يؤكد على أن هذه الشخصية تحاول أن تلعب أكثر من دورا، تحاول أن تستخدم الشارع للضغط والابتزاز السياسي لصالحها. لكن هذه القضية انكشفت للجماهير لا سيما من الذين يتبعون المذهب الصدري. هناك انتفاض حقيقي للذين يقلدون الصدر، وهنا أقصد محمد الصدر والده وليس هو. بالتالي كانت هناك نعم رمزية لأنه هو من ابن محمد الصدر. لذلك اليوم هناك انتفاض حقيقي بعد انكشاف هذا التذبذب وانكشاف مقتدى على حقيقته، لأنه حاله حال الأحزاب الفاسدة السياسية، وأنه قدم فاسدين استطاعوا أن يسرقوا مال الدولة ومال الشعب العراقي، واستطاع أيضا أن يؤسس جمهورية القتل والدم. لذلك ما أشار إليه ضيفك أن انهيار حكومة السكاكين يوم أمس الذي هدد مقتدى بتمريرها وكان مسيطرا، هدد باستخدام التظاهرات لأنها ستقتحم الخضراء، وهدد باستخدام القوة والقتل للأطراف السياسية داخل البرلمان، وجه الصفعة قوية لا يمكن لأحد أن يتجاهلها. هذه الصفعة أدت إلى انهيار حكومة السكاكين وفشل مقتدى الصدر. هذا له ما بعده حقيقة في الأيام القادمة. لذلك مقتدى يحاول أن يلعب هذه اللعبة القديمة الحديثة، بالتالي انهارت في يداه وهو كشف على حقيقته. وهذا التلاعب الذي يمثل المرض النفسي الذي هو موجود فيه، والذي لم يستطع أن يقدم للمذهب الصدري أي تجديد لا ديني ولا فكري، بالتالي أصبح الذين يتبعون منهج الصدر ينفضون من مقتدى ويقول لك نحن نتكلم ونقرأ كتب والده. بالتالي هناك خروج حقيقي عن الخط الذي يريده مقتدى. واليوم هناك كلاما ربما سيظهر في الأيام القادمة بشكل جلي وواضح تماما أن هناك الخط المقتدي والخط الصدري. بالتالي هذا انفضاض كبير تماما، لأنه المتظاهرون علموا تماما خطواته وعلموا إجرامه وقتله واستخفافه بثورة تشرين بطريقة واضحة، لكن كل الإجراءات التي فعلها من قمع وقتل وفرص الضغط على المستوى السياسي كلها فشلت
في ليلة وضحاها بين يداه، لذلك اليوم حقيقة هناك صراعا حقيقيا، لأنه لا يمكن لحزب الدعوة أن يسمح للصدر أن يكون هو حسن نصر الله في الوسط الشيعي الذي تتخذه إيران، لذلك لو مررت هذه الحكومة لكان هذا كذا مستوى الصدر الذي يراد منه. هذه العقلية المريضة المتناقضة هي حقيقة تمثل الجسم الحقيقي لكل عمله ولكل منهجه، لكن هو يذهب باتجاه أنه يريد أن يكون تيارا سياسيا، يريد أن يكون تيارا ميليشياويا، يريد أن يدخل ويخترق التظاهرات ليلعب بهذه المفردات في خلال الحصول على الأموال والسرقات والابتزاز السياسي. بالتالي كشفت هذه الحقائق أولا أمام الشعب العراقي، وثانيا أمام الرأي الدولي، وثالث الحقيقة صدق الكثير ممن كان يحذر من مقتدى قد انكشفت جميع أوراقه. على هذا الأساس فإنه مقتدى يسير بل سار بقدميه إلى الفشل وهو ينزل بهذا المستوى، وبالتالي سيأتي يوم الأيام في قادم الشهور القادمة سنقول أن كان هناك حركة قادها مقتدى مسألة القتل والإجرام ومسألة السرقة. هذه التهديدات أستاذ عبد القادر أيضا يعني هذه التهديدات تلقي بظلالها على المرحلة المقبلة من تظاهرات التي يشهدها العراق ثورة تشرين. هناك يعني من يحذر من تداعيات هذه التهديدات. ابقى معي لو سمحت، سأعود إليك بعد أن أنتقل للأستاذ عمر الفرحان. أستاذ عمر، يعني ما هي المحددات التي يمكن أن تتعامل بها المحكمة الجنائية الدولية في بشأن ملفات الانتهاكات ضد الإنسانية والجرائم ضد الإنسانية التي حدثت في العراق وتحدث إلى الآن بقتل المتظاهرين السلميين على هذا النحو الذي يشهده العالم؟ يعني هل هناك يعني ثمة علاقة ما بين المصالح الدولية وتحركات هذه المحكمة الجنائية الدولية، أم أن الأمر يعني مستقل؟ بالتأكيد يعني المحكمة الجنائية الدولية وجدت كمحكمة مستقلة من قبل اتفاقيات جنيف الأربعة، وهذه المحكمة مرتبطة باللجنة الدولية للصليب الأحمر، واتفقت عليها كافة الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات، وأنشأت هذه المحكمة على أساس أنها مستقلة، ولكن هناك ضغوطات دولية على أعضاء هذه المحكمة، وأعضاء المحكمة أيضا هم مستقلون وينتخبون بالكفاءة والجدارة وحسب يعني تاريخ القضاء لديهم. هذه الآليات الداخلية، أما الآليات الخارجية فيعني هناك الضغوط الدولية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبرى الأخرى، هذه الضغوطات قد تؤجل أو تؤخر هذه المحاكم الجنائية، ولكنها لا تلغيها، وبترتيبات سياسية وبترتيبات ثانوية يعني لا يمكن ذكرها الآن أو بسبب ضيق الوقت أو ما شابه. ولكن المحكمة الجنائية الدولية لديها آليات أكثر من آلية تتحرك بموجبها تجاه هذه الجرائم الدولية المرتكبة في هذه مناطق النزاع، منها التحرك الذاتي عندما ترى أن هذه المحكمة أن هناك انتهاكات جسيمة وخطيرة لحقوق الإنسان، وهناك جريمة إبادة جماعية وغيرها من الجرائم نصت عليها الاتفاقية الدولية واتفاقيات جنيف بهذه. طيب أستاذ عمر، يعني لو سمحت لي، منها تتحرك هذه المحكمة من تلقاء نفسها بالتقصي الحقائق وإرسال المحققين والمدعين العامين إلى هذه الدولة لمعرفة المصير. يعني أنتم في المركز العراقي، نعم أستاذ عمر، أنتم في المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب اتهمتم بشكل مباشر مقتدى الصدر بحملة أو خطاب الكراهية الذي يبثه الآن وتهديداته ضد المتظاهرين السلميين باعترافات مرفوقة باعترافات بعمليات القتل التي حدثت في 2006. يعني ما هي يعني الطرق التي تتبعونها في المركز، يعني أسلوب إيصال هذا الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية لتفعيل أي خطوة يعني تسير بهذا الاتجاه لتسليم المتسببين بهذه الجرائم إلى العدالة؟ بداية التوثيقات، وهذه هي المرحلة المهمة، لدينا الكثير من الوثائق التي تثبت تورط الجيش المهدي ومقتدى الصدر في هذه العمليات، ومن ثم
هذه الوثائق مبوبة بشكل قانوني وبشكل واضح. إذا ما تحركت المحكمة الجنائية من تلقاء نفسها أو بأحد الأطراف، فبالإمكان أن نقدم هذه الوثائق جزء أساسي من الأدلة أو الحقائق التي تطلبها المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام فيها. وهذه الوثائق هي مهمة جدا، من ضمنها هذه التصريحات والاعترافات التي خرج بها محكمة الصدر مؤخرا. هذه كلها تثبت على أن هذه الجرائم هي جرائم فعلية مرتكبة في وقت سابق وحاليا من قبل هذه الميليشيات ومن قبل زعيم سياسي وزعيم ميليشيا متنفذ في العراق. المسألة يعني فقط تحتاج إلى تحرك دولي من الدول الإقليمية والدول الفاعلة في المحكمة أو المنظمة للمحكمة الجنائية الدولية إلى تقديم هذه الشكوى بشكل رسمي. فلنقل يعني حتى لا يعني نقول أن هناك يعني متيسر الأمر، إذا ما تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية فإنها تريد أن تلغي اسم الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الاتهامات، لأنها المتسبب الأول في هذه الجرائم. إذا ما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية الضوء الأخضر على هذه الدول حتى تقدم، سنتحدث في هذه النقطة أستاذ عمر إذا سمحت لي طبعا عن موضوع ما بعد احتلال العراق، المسؤول عن تشكيل الميليشيات والمسؤول عن تشكيل هذا المشهد العراقي الذي يعني آتى أكله خلال هذه المرحلة بعد 17 سنة من احتلال العراق بسيادة أو تسيد الميليشيات على المشهد في هذا البلد. سأعود إليك مرة أخرى أستاذ نظير. يعني الواضح أن الأمر في العراق هو يعني تسييد الميليشيات، فوضى السلاح، القتل للمتظاهرين، القتل العمد. شخصية لا هي رئيس وزراء ولا هو وزير دفاع ولا هو وزير داخلية، هو قائد لميليشيا يعني يهدد وينفذ تهديده وأمام سكوت العالم بشكل يعني واضح كما نرى. كيف تنظر إلى المرحلة المقبلة بعد فشل حكومة علاوي، يعني المشهد السياسي في العراق في ضوء تسيد فوضى انتشار السلاح والميليشيات؟ يعني حقيقة خليني أسولف لك بشكل أكثر تفصيل حول المشهد الآن، يعني منذ البارحة إلى اليوم. الآن إحنا وصلنا إلى مرحلة حقيقة عجز النظام عن إيجاد حكومة جديدة بأي مسمى ولأي شخص يسموه. الآن فشل محمد توفيق علاوي في تشكيل حكومة، وفشل في إقناع قادة الكتل الأخرى بقبول وزراء. الكرة الآن انتقلت إلى برهم صالح، ويؤمل المفروض برهم صالح إما هو يتسلم رئاسة الوزراء أو يحاول تسمية شخصية أخرى خلال 15 يوم، وأنا أتوقع هذا أيضا الأمر يفشل. لكن حتى لو يعني بعض الناس يقولون هذا شيء جيد، يعني أنه برهم صالح هو يكون رئيس وزراء وخلال هذه الفترة يتم حل البرلمان وإقامة انتخابات مبكرة، لكن هذا الأمر لن يكون كذلك. برهم صالح حتى برهم صالح سوف لن تقبل عليه الكتل الشيعية التي تخاصمه العداء الآن، خاصة الميليشيات، أيضا حتى الكتل السنية. بل المفاجئ أن حتى الأكراد لا يقبلون على برهم صالح. لماذا؟ لأن برهم صالح محسوب على الاتحاد الوطني الكردستاني، وهذا ما يثير حفيظة الحزب الديمقراطي الكردستاني جماعة بارزاني. لذلك حتى هاي الشخصية سوف لن يكون هناك إجماع عليها من قبل هاي الكتل، وغير سيكون مشلولا وغير قادر على اتخاذ أي قرار ربما يحرم هذه الكتل من حقوقها في أي حكومة جديدة. لكن أنا أقول يعني أنه إذا وصلنا هذه المرحلة فالاحتكام أين راح يكون؟ راح يكون للسلاح. جميع الأحزاب الآن المشاركة بالحكومة هي تمتلك ميليشيات، وإذا ما حست أن مصالحها سوف تتبدد يعني من خلال برهم صالح ولا غيره سوف تحاول أن تفرض نفسها بالقوة. واليوم بدأت يعني منذ الآن ميليشيا الصدر يعني الحاكم الزاملي يقول لن نسمح بترشيح شخصية حزبية أخرى، بمعنى أنه لا يريد أي شخصية ممكن ترضي السنة والكرد أو باقي الأحزاب الشيعية.
وبالمقابل ايضا راح يكون بعض الاحزاب الشيعيه المناكفه للصدر وايضا الكرد والسنه ايضا لديهم يعني القوه التي يدافعون بها عن مصالحهم، وبالتالي سندخل فوضى سلاح لن يكون الخاسر فيها الا هذا الوطن وهذا الشعب المسكين. لكن انا يعني في من منبركم اريد ان اوجه كلامي الى المتظاهرين الذين ما زالوا يتظاهرون منذ 5 شهور. يا متظاهرين، يا قادة المتظاهرين بالذات، قد ارتكبتم ربما جناية في حق الشعب العراقي كون أنهم لم تجدوا البديل المناسب لهذه الفوضى السياسية الموجودة في النظام السياسي العراقي. يفترض كان على قادة التظاهرات أن يستفيدوا من هذا العنفوان الشبابي وهذا التأييد الشعب العراقي، بل هناك تأييد دولي من شعوب العالم كلها لتظاهراتكم، أن تقوموا بإيجاد بديل سياسي لهذا النظام الفاسد يعني تشكيل مجلس وطني يمثل برلمان للشعب العراقي، بإيجاد حكومة مؤقتة سواء بالعراق أو بالمنفى تكون بديلة عن هذه الحكومة ولكن الفاسدة. ولكن البعض يقول هل من فرصة لاستنشاق الهواء؟ هم محاصرون ما بين بنادق صيد، ما بين بنادق كلاشينكوف. أخي هذا الكلام ربما يندرج في خانة التبريرات. العراقيين قادرين على إيجاد البدائل، وهناك الكثير من المفكرين من أعطوا الحلول لمثل هكذا يعني هيئات سياسية تكون ممثلة للشعب العراقي. الآن يجب أن تكون هناك معركة جديدة هي معركة الحصول على شرعية التمثيل للشعب العراقي. هؤلاء المتظاهرين كان يفترض عليهم وما زال هناك فرصة أن يقدموا للعالم تمثيل للشعب العراقي كونهم هم الممثلين للشعب العراقي وليس هؤلاء الفاسدين المجوجين في المنطقة الخضراء، وبالتالي يحصلون على الدعم الدولي. بل يعني المستغرب أن هذا النظام السياسي الآن الحالي الذي وصل إلى مرحلة مسدودة، الجميع لا يثق بالجميع ولا يستطيعون أن يتفقون على شخصية. هذا الأمر ليس بجديد أستاذ نظير، يعني نعم. منذ 2003 منذ الاحتلال العراق صحيح. لو كان المتظاهرين قد أعدوا العدة وقدموا البديل السياسي المناسب لوجدت هذه الأحزاب أنه بدلا من أن تتقاتل لربما يلتجون إلى البديل الذي يقدمه المتظاهرين. لذلك يعني أنا أقول على المتظاهرين أن يعيدوا التفكير في موقفهم، أن يعيدوا رص صفوفهم وإيجاد بديل سياسي لهذا النظام. في هذه النقطة اسمح لي أن أنتقل للأستاذ عبد القادر النائل، اسمح لي فقط. أستاذ عبد القادر، يعني هل بوسع المتظاهرين أن يختاروا بديلا سياسيا وأن يغيروا واقعا يعني سادته ظروف أو ساده النفوذ الإيراني منذ احتلال العراق عام 2003؟ إيران تشكل المشهد السياسي في كل مرحلة انتخابية في كل حكومة بأذرع موجودة في يعني في هذه العملية السياسية وفي رموزها. يعني ماذا بوسع المتظاهرين أن يفعلوا في المشهد السياسي المقبل بعد فشل حكومة محمد توفيق علاوي في تقديم أي شيء؟ المتظاهرون صنعوا شيء كبير للعراق وللعالم من خلال معرفة أن القضية العراقية وصلت إلى الانسداد السياسي ولا يمكن الحل إلا بالطريقة والخارطة والمسار الذي قدمه المتظاهرون وهم يمثلون الشعب العراقي. وأنا أقول أنه أكثر من 99% العراقيون معهم بهذا المسار، وبالتالي الحاضرة الشعبية العراقية مع مسار الحل الذي قدمه المتظاهرون. المتظاهرون ليسوا كيانا سياسيا حتى يتم أنهم يقدمون حكومة أو يقدمون شخصية سياسية لتولي المناصب التنفيذية في العراق. لا يمكن، وهم يعلمون تماما لو كانت المشكلة بقضية تبديل الوجوه لتم الموافقة على أي وجه من الوجوه. المشكلة في أصل النظام السياسي الموجود في العراق هو نظام مبني على وثيقة بول بريمر الذي تنص على المحافظة الحزبية والطائفية المقيتة التي وصلت بالعراق إلى ذروة الانسداد السياسي والفشل الذريع، وبالتالي جعلت من إيران تهيمن على المشهد السياسي. ما فائدة مجلس وطني يقدمه المتظاهرون؟ أو نعم هذا الطرح موجود وبالتالي هو حالة جيدة وصحية، لكن ما فائدة أن يقدمه المجتمع الدولي إلى هذه اللحظة يدعم عملية سياسية وأحزاب ومخرجات انتخابات التزوير لعام 2018؟ العراق بدأت مشكلته دوليا وهذا يعيه كبار التظاهر، والحل ينبغي أن يكون دوليا، لأنه من سمح لإيران بالتدخل والهيمنة على الميليشيات وصناعة نفوذ لها داخل العراق وبسبب الاحتلال الأمريكي. لذلك هناك أخلاقيات وقوانين ينبغي على المجتمع الدولي أن يسمع، وبالتالي المجتمع الدولي
تحركاته نعم بطيئة لكنه سيسمع. العراقيون ثابتون في تظاهراتهم مصممون على إزاحة الطبقة السياسية. المتظاهرون يعلمون لا حل ولا يتحدث بحل دون حل البرلمان. البرلمان برلمان الفاسدين، برلمان التزوير، البرلمان المكون من ميليشيات مسلحة تهيمن على قراره إيران، وهؤلاء المنتدبون داخل البرلمان لا يمثلون مكوناتهم ولا يمثلون المناطق التي جاءوا والمحافظات التي جاءوا ويدعون أنهم يمثلونها. هؤلاء الهدف الرئيسي من التصعيد القادم للتظاهرات. لا يمكن الكلام بأي مسار من مسارات دون حل البرلمان، لأنه أي مسار سياسي يقدم بالمرحلة الحالية هو إنقاذ العملية السياسية، وأي خلاف يطرأ على ساحات التظاهرات بالذهاب إلى المغانم السياسية هو سيكون انتحار لثورة تشرين. لذلك هم واعين وقيادات التظاهرات واعية بهذه الخطورة، أنه يتم الحديث داخل الساحات عن مكاسب حزبية وسياسية. طيب سيد عبد القادر، يعني ماذا عن يعني ماذا على المتظاهرين فعله خلال المرحلة المقبلة؟ المتظاهرون سيصعدون تصعيدا تظاهريا في خطوات سلمية مدروسة. هذا التصعيد يذهب إلى حل البرلمان، وبالتالي اسقاط صنم العمليه السياسيه المتمثله بالبرلمان وتجديد الدستور. اذا سقط البرلمان كانت هناك الحلول واضحه تماما. لذلك الخطوات الاساسيه كاعلاميين كعراقيين ينبغي ان ندعم ثوره تشرين والوقوف والتصعيد والمزيد من الاحتجاجات في الايام القادمه. الاحتجاجات الكثيفه حقيقه ستولد حاله صحيه من كل الامور التي يمكن ان يحلم بها الاخرون، او ان الافكار للنخب السياسيه في تشكيل مجلس او حكومه انتقاليه. اسقاط البرلمان هو الهدف السامي بعد تسقيط حكومه السكاكين لعلاوي، هذه الحكومه التي بدات بالسكاكين في طعن المتظاهرين عند اول يوم من تكليفه. هذه الحكومه الثانيه التي سقطت على يد المتظاهرين ليست هي الهدف السامي لديهم. الهدف السامي حل البرلمان وتجميد الدستور، حتى يمكن من خلال تجميد هذه الاليه الذهاب الى الخطوات الفعليه الثانيه التي هي جاهزه وقابله للتنفيذ. وهناك تفاهمات كبيره للناشطين وقيادات ومتظاهرين على مستوى شعبي عجيب، واتفاق لحل جذري للنظام السياسي سيفاجئ العالم في حال اسقاط البرلمان وتجميد الدستور في المرحله القادمه التي سيصعد المتظاهرون خطواتهم في هذه الايام القادمه والمرحله القادمه. طيب بالعوده اليك استاذ عمر الفرحان، يعني اخيرا، يعني ما مدى خطورة يعني تجديد العنف، تجديد التهديدات للمتظاهرين خلال المرحلة المقبلة على هذا النحو، وما مدى إمكانية الاستفادة من أي سبيل قانونية لإدانة كل من يحاول أو يحاول الاستمرار بعمليات قتل المتظاهرين السلميين في العراق؟ بالطبع عمليات التجديد وعمليات العنف يراد منها ارجاع العراق الى الملف المربع الاول، ومربع العنف، مربع القتل، مربع التهجير، مربع سطو الميليشيات، والتي لا زالت قائمه الان سطو الميليشيات، ولكن لا يريدون الصوت العراقي الحر صاحب القرار الاول والاخير في هذه البلاد بان يكون هناك له موضع قدم في العمليه السياسيه القادمه. وبالتالي نرى هذه عمليات الاغتصاب، عمليات القتل، عمليات اصابه المتظاهرين باسلحه الصيد وغيرها من الانتهاكات الجسيمه، كل هذه تندرج نحو الجرائم الممنهجه والانتهاكات الجسيمه في حقوق الانسان على يد هذه الميليشيات. وبالطبع بان هذه التحركات الدوليه والتحركات المنظمات الحقوقيه نحو تجريم هذه الميليشيات وهذه الاحزاب السياسيه قائمه على قدم وساق، وهناك دعوات جماهيريه. كيف يمكن يعني استاذ عمر يعني مواجهه هذا الامر، وان القوات الامريكيه، قوات الاحتلال الامريكيه في العام 2003 عندما دخلت العراق يعني هي من قامت بتسهيل او تشكيل هذه الميليشيات التي هي تعمل الى الان ولها نفوذ كبير؟ نعم بالتاكيد، ما هذا نقوله بان الاحتلال سبب الاول والاخير عمليات القتل هذه، وبالتالي فان هذه الميليشيات طالما تحقق المشروع الامريكي والمشروع الايراني في العراق فان الضوء الاخضر للمجتمع الدولي قائم
لها في عدم استتباب والاستقرار في العراق على يد هذه الميليشيات. ولكن يعني هناك حدود وهناك يعني ترتيبات سياسية كبيرة الآن تجري، وهناك ضغوط كبيرة من الناشطين والمدنيين في الداخل وفي الخارج على المجتمع الدولي بأن هذه العملية السياسية لم تجلب سوى الويل والقتل والانتهاكات الكبيرة للعراقيين بسبب سطوة هذه الميليشيات. وبالتالي هذه ورقة الضغط ممكن في أي وقت قادم إن شاء الله أن تحقق ما يصبو إليه المتظاهرون. شكرا لك أستاذ عمر. نعم شكرا لك أستاذ عمر الفرحان. أخيرا أستاذ نظير الكندوري، يعني ما الموقف الأمريكي تجاه ما يجري من عمليات قتل أو تهديد بالقتل بشكل علني للمتظاهرين أو لما جرى بعد احتلال العراق وإلى الآن؟ الموقف الأمريكي تقصد؟ الموقف الأمريكي، يعني الأمريكان الآن كيف ينظرون إلى الميليشيات وقادة الميليشيات وهم يهددون علنا أمام الإعلام بقتل المتظاهرين سواء بتوصيف جرت أذن أو بطة أو شخاطة من هذه يعني التوصيفات. أنا أقول الحقيقة إحنا نحمل الأمريكان وغيرهم أو البلدان الأوروبية يعني أكثر مما هي فعلا موجودة، ننتظر الحلول من عندهم. لكن أنا أقول التأييد الدولي سواء أمريكي أو غير أمريكي لا يأتي إلى الشعوب المظلومة إلا إذا كانت هذه الشعوب هي من قامت بمحاولة التغيير وإعداد العدة لأجله. هناك سيأتي هذا الدعم الغربي سواء الأمريكي أو غير أمريكي. لذلك أنا في حساباتنا إحنا كشعب مظلوم، شعب عراقي مظلوم، لا يلتفت إلى أمريكا وغير أمريكا إذا لم نعد العدة. أنا فقط أريد أن يعني أرجع إلى وصف ضيفك الكريم من عمان الذي قال إن ليس من واجب الشعوب أن يكون لها تشكيل هيئات سياسية، وأنا أقول والأحزاب من أين تأتي؟ الأحزاب هي تأتي من رحم الشعوب. الأحزاب الحقيقية التي تدافع عن شعوبها وحريتها واستقلال هذه الشعوب تأتي من رحم الشعوب. لذلك الشعب العراقي يعني إذا أراد أن يقود تغيير كبير كيف سيقود بدون قيادة؟ كيف يعني على قولتنا يعني مثل العرب الهاجة يعني ما عندها أي اتجاه. تريد أن تقول أن هناك حاجة تنظيمية؟ نعم هناك فعلا حاجة تنظيمية، لكن أتفق معه على نقطة يعني مهمة جدا، أن يكون الآن الحراك الشعبي مطالبات الأولى هي بحل هذا البرلمان اللي متأسس من هذه الأحزاب الفاسدة. لكن يعني لا تكون الأهداف بأنه نحل البرلمان، نحل الرئاسة، نحل النظام، وما هو البديل؟ أنا بالوقت الذي أناشد يعني وطالب الجماهير بأنها تسعى لحل هذه الأحزاب ولحل البرلمان ولحل هذه المنظومة السياسية الفاسدة، بنفس الوقت أطالبها بإيجاد البديل، لأنه لا نريد أن ننتقل من فوضى حالية إلى فوضى أكبر من عدها. يجب أن نحل هذه الفوضى الحالية بنظام أكثر تقدما وأكثر رقي، تأسيس مجلس وطني يمثل برلمان شعبي لقيادة مرحلة مؤقتة ما بعد انهيار هذا النظام، مسألة ضرورية جدا لإنقاذ الشعب العراقي وهذه الدولة العراقية. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيفي في الاستوديو الأستاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي، شكرا لك. وشكرا لك ضيفي الكريم عبر سكايب من عمان السيد عبد القادر النايل المحلل السياسي العراقي، شكرا جزيلا. ونشكرك شكرا جزيلا أيضا ضيفي عبر الهاتف من عمان السيد عمر الفرحان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. شكرا لكم ضيوفي الكرام، ونشكر لكم مشاهدينا الكرام طيب المتابعة، وإلى حلقة أخرى في أمان الله.